وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد العوضي، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. بعد التحية دكتور محمد، ما المقصود بالعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري؟ السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. بالنسبة حق فيروس الورم الحليمي البشري أو الـ HPV، طبعا هو عدوى قد تصيب الرجال أو نصاب حياتهم، لكن يتماثل أغلب عدد هذه الحالات بالشفاء بشكل تلقائي. لكن احنا عندنا هاي الفيروس ممكن يسبب بعض انواع من السرطانات، واهم فيروس اللي احنا نركز عليه واهم سرطان المعذره ممكن يسببه هو سرطان عنق الرحم عند النساء، لكن في سرطانات اخرى ممكن ايضا تصيب النساء والرجال ايضا. نعم دكتور، حدثنا عن جهود وزاره الصحه لادخال اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري الى مملكه البحرين. نعم طبعا احنا وزاره الصحه تضع في أعلى هرم من أولوياتها توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع من المواطنين ومقيمين، ونواصل دائما التزام الوزارة الراسخ بتقديم الرعاية للقطاع الصحي وتبذير كافة الجهود لحفظ صحة وسلامة المجتمع. ومن هالمنطلق التصدي للأمراض المعدية والمزمنة والسيطرة عليها، قامت وزارة الصحة بإدخال هذه الفرعين الـ HPV فاكسين أو اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري. احنا ادخلناه بناء على الدراسات العالميه وبناء على ان دول كثيره دخلت وسوت دراسات عليه وعلى مامونيته وفاعليته، انه يعطى روتينيا للاناث والذكور ايضا من المواطنين المقيمين بين العمر 12 16 سنه، وان ندخله في برنامج الوطني للتحصين. نعم دكتور، تطرقتم الى الفئه العمريه التي تتراوح ما بين 12 الى 13 عاما، ما سبب اختيار هذه الفئه العمريه؟ نعم طبعا هاي الفئة العمرية لفئة الأطفال المراهقين بناء على الدراسات والريسيرش والأفيدنس اكتشف يعني في هذه الدراسات أن أقصى فاعلية للقاح تكون في هذه الفئة العمرية من 12 إلى 13 سنة. هذه الدراسات أثبتت أن فوق 95% من الفاعلية للوقاية من سرطان عنق الرحم تكون في هذه الفترة، وعلما أن هذا اللقاح على فكرة هو تم إدخاله في العديد من الدول ترى على ما يقارب عقدين، يعني من تقريبا 20 سنة. يعني إحنا حين في البحرين الحمد لله دخلناه، وإن شاء الله يكون بمأمونية وبفاعلية بناء على هذه الدراسة. نعم الدكتور محمد العوضي، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.